كثيرة هي مطالب الحياة، أعظم مطلوبا للعبد فيها أن يكفيه الله همه، وكثيرة هي مطالب الآخرة، لكن أعظم مطلوبا للعبد فيها أن يغفر الله ذنبه. وكلا المطلوبين متحققا بالإكثار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذن تكفي همك ويغفر ذنبك. ومن بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفوائدها امتثال الأمر الله تعالى وموافقته عز وجل على الصلاة على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاتنا عليه دعاء وسؤال في نفس الوقت سبحانه وتعالى، وصلاة الله عليه ثناء وتشريف. صلاة الله على عبده بمثل ما صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه به عشرا، رفعت الدرجات ونيل الحسنات وتكفير السيئات. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وخطت عليه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات صلى الله عليه وسلم. رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من يصلي عليه ويسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. يا رب صلي على النبي، يا رب صلي على النبي المجتبى، ما غرضت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صلي على النبي وآله ما لاح برك الأباطح أو خبى، يا رب صلي على النبي وآله ما قال ذو كرم الضيف مرحبا. بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه فما